السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا لنتابع سويا في آخر جلسات هذا الأسبوع البورصات العربية والخليجية والعالمية وأيضا أسعار النفط والعملات والمعادن. نبدأ إذن مشاهدينا في القاهرة، ارتفاع بعدما كان هناك انخفاض بنصف نقطة مئوية، الآن الارتفاع بحوالي 64 نقطة، 13,880 نقطة في المؤشر الرئيس بالبورصة EGX30. في الأردن ارتفاع أيضا ب 13%، بيروت انخفاض هامشي ب 0.6%، الدار البيضاء استقرار لكن في المنطقة الخضراء أو الآن يعني تذبذب، حالة من تذبذب ما بين الأخضر والأحمر في هذه الأوقات. في البورصات الخليجية، السعودية ارتفعت وارتدت بعدما كانت باللون الأحمر في بداية التعاملات، 19% في المنطقة الخضراء الآن بواقع 61 نقطة. قطر وقبل الإغلاق بدقيقتين ارتفاع بعشر في المئة بواقع 8 نقاط بحوالي 8,342 نقطة، المؤشر يتراوح في هذه النقاط. في الكويت انهاء لآخر جلسات هذا الأسبوع بارتفاع هامشي شيء بأربعة من مئة في المئة، أبو ظبي أنهت بعشرين في المئة تقريبا بحوالي 11 نقطة في تعاملات اليوم، دبي أيضا في المنطقة الخضراء لكن ب16%، البحرين انخفاض هامشي جدا 0.1%، سلطنة عمان ارتفاع بعشر في المئة. الأسواق العالمية مشاهدين الكرام وأسعار النفط والعملات والمعادن في هذا العرض. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الدكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمل العالمية للاستثمار، أهلا بك دكتور. كيف تابعت أداء البورصة القطرية؟ تنهي اليوم على ارتفاع بعشر في المئة بواقع 8 نقاط، ماذا يبرهن ذلك؟ آخر حديث طبعا كنا نتحدث كان الحديث على أساس هل راح تختبر البورصة مستوى 8,000 في صحيح، فطبعا أشرنا إلى أنه 8,300 هو الهامش اللي تتحرك عند البورصة، واليوم والحمد لله نشوفه طبعا فوق المستوى 8,300. وطبعا البورصة خلال الفترة القادمة كانت صامدة بشكل قوي الحقيقة، وتوفر ما زالت توفر ملاذ آمن للمستثمرين وتوفر السيولة طبعا مقارنة بكثير من القطاعات الأخرى حسب طبيعتها طبعا. طيب أيضا فيما يتعلق بالشأن القطري ونتائج الإعلانات سيد عبدالله الخاطر، تتوالى أو يتوالى مشاهدينا الكرام الإعلان عن نتائج أعمال الشركات خلال الربع الثالث من هذا العام، في العرض التالي نرصد نتائج بعض الشركات القطرية التي أعلنت قوائمها المالية مؤخرا، نتابع في هذا العرض على شاشتنا.
مشاهدينا الكرام، بنك قطر الوطني نتائج الربع الثالث في ظل الحصار، ارتفاع في أرباح المجموعة ب 5.6% على أساس سنوي إلى حوالي مليار دولار بدعم من نمو ودائع العملاء والقروض والسلف. أرباح الربع الثالث من 2017 بلغت 3.6 مليار ريال مقارنة بأرباح الربع الثالث من العام الماضي البالغة 3.4 مليار ريال. أرباح قطر الوطني بلغت 10.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقارنة بنحو 6.7 مليار ريال في عام 2016. العائد على سهم بنك قطر الوطني بلغ 10.70 ريالا مقارنة مع 10.30 ريالا في شهر سبتمبر 2016. ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين بمجموعة قطر الوطني بنحو 2% منذ 30 من سبتمبر 2016 ليصل إلى 77 مليار ريال. ارتفاع إجمالي موجودات المجموعة ب11% منذ 30 من سبتمبر 2016 لتبلغ 792 مليار ريال، ونمو محفظة القروض والسلف ب14% لتبلغ 579 مليار ريال. المجموعة حافظت على معدل القروض غير العاملة عند 1.8% من إجمالي محفظة القروض، وهي أدنى المعدلات بين البنوك بالمنطقة. تحسن نسبة كفاءة قطر الوطني المصاريف إلى الإيرادات لتصل إلى 29% مقارنة بنحو 30.1% في سبتمبر 2016. نسبة الكفاءة لبنك قطر الوطني تعتبر من بين أفضل النسب على مستوى المؤسسات المالية الرئيسية في المنطقة. المجموعة واصلت سياستها المتحفظة في بناء المخصصات، حيث بلغت نسبة تغطية القروض غير العاملة 111% بنهاية الربع الثالث. نسبة كفاية رأس المال المحتسبة بلغت 15.4% في 30 من سبتمبر الماضي، وهو معدل يتجاوز متطلبات مصرف قطر المركزي ولجنة بازل. سياسة مجموعة قطر الوطني تركز على المحافظة على قاعدة متينة لرأس المال لدعم خططها الاستراتيجية المستقبلية. الحصول على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية بالشرق الأوسط وإفريقيا بقيمة بلغت 3.8 مليار دولار أمريكي لتصبح بالمرتبة 60 على مستوى العالم. الحصول على تصنيف جودة العلامة AA+ لتكون بذلك العلامة المصرفية القطرية الوحيدة ضمن أول 100 علامة تجارية مصرفية بالعالم. المجموعة واصلت تركيزها على توظيف المواطنين في كافة الدول التي تعمل بها، وتجاوز نسبة الموظفين القطريين بدولة قطر مستوى 52%. إذن هذه النسب وهذه الأرقام سواء على مستوى بنك قطر الوطني أو قطر بصفة عامة في نتائج الربع الثالث لهذا العام، كيف يمكن تقييمها وما هي تأثيراتها المتوقعة برأيك؟ عندما نتحدث عن البورصة، هذه الحقيقة المؤشر الأهم، لأن كل شركة وكل مؤسسة قادرة على أنها تحقق النتائج الحقيقة الرائدة هذه في ظروف اقتصادية عالمية زي ما احنا نشوف، وظروف إقليمية أيضا زي ما شفنا. فأعتقد واضح أنه قطر اليوم تملك أفضل المؤسسات، مؤسسات أصبحت مؤسسات عالمية، حققت جودة وصول عالية مقارنة. اليوم احنا نقارن كثير من مؤشراتنا والحقيقة جودة الأصول بالمستوى العالمي. كثير من شركاتنا الخاصة العريقة أصبحت جزء من الاقتصاد العالمي، ينظر لها المستثمر العالمي، وأيضا نشوف من خلال المؤشرات والأرقام وضوح مدى ما توصلت له والحقيقة ريادتها في المنطقة بشكل واضح بالنسبة للمستثمرين. والأرقام كافية للرد على أي شائعات أو آراء أخرى. سنتعرف دكتور عبد الله على مكامن قوة الاقتصاد القطري مشاهدينا الكرام في هذا العرض.
إذن دكتور عبد الله، الاقتصاد القطري يعني المؤشرات تتحدث عنه وليس شيء آخر، ما تعليقك عليه؟ واحد، الحقيقة هذه معلومات عامة يتابعها الجميع وخاصة الشركات الجدارة الائتمانية. اثنين، ما زال هناك الحقيقة أيضا ما تملكه قطر خاصة من ناحية التكنولوجيا ومن ناحية مراكز الأبحاث، التعليم، الصحة، اللي يضاف للنتائج هذه. قطر تملك اليوم أحدى أفضل التقنيات بالنسبة لتحويل الغاز إلى سوائل، وهذه تقنية دقيقة يعني تملكها اليوم قطر والشركتين سيسول اللي هي من جنوب أفريقيا واللي هي بدت التقنية هذه ومن أعلى التقنيات، تم الاستثمار فيها، واليوم قطر هي الوحيدة اللي تملك حجم الإنتاج بالنسبة لتحويل الغاز إلى سوائل. أيضا يعني اللي ما ذكرته طبعا الأرقام، البنية التحتية، خطوط طيران قطر اليوم اللي هي الأفضل عالميا، الميناء الذي أعلن عنها حديثا، أفضل موانئ، أفضل مطارات، أفضل بنية تحتية، هذا واضح. ومن يعني من الناس اللي هم عادة يعني على علم وعلى خبرة، وواضح بكل الوضوح إلى أي مدى وصل الاقتصاد من حد البنية التحتية إلى طبعا الخدمات. أنت في حديث سابق تحدثت عن أن البورصة بالرغم مما جرى فيها من بعض التراجعات إلا أنها لا يمكن الحديث عنها بهذا الشكل كون الأزمة كانت كبيرة، وبالتالي هي صمدت بشكل واضح. ما تعليقك على ذلك، وكيف تقيم 5 أشهر من الحصار وتعاطي البورصة حتى الآن بشكل جيد وفقا لبعض المحللين في هذه الأزمة تحديدا؟ في هذه الأزمة الحقيقة البورصة وأداء البورصة بالنسبة لي أنا فاجأني بشكل إيجابي الحقيقة، المدى صمود البورصة، توفر السيولة اللي بعض القطاعات أو بعض الاقتصادات القريبة منها ما تملك مستوى السيولة ومستوى الصمود اللي صمدت فيه الحقيقة البورصة، ولذلك أثبتت البورصة خلال المراحل اللي شفناها إن هي أفضل ملاذ آمن الحقيقة. تكلمنا عن السيولة ووفرة السيولة وأهمية السيولة كمعيار، تكلمنا عن التنوع وقدرة المستثمر أنه ينوع من خلال موضوع الرقابة، موضوع وصول المعلومات، شفافية المعلومات، كلها الحقيقة أثبتت البورصة اليوم أن هي أرضية خصبة للاستثمار فيها. هي السوق اللي يحتاج يكون فيها المستثمر، ولكن يبقى السؤال هل المستثمر الفرد أم المستثمر المؤسسة، وهذا حديث تحدثنا فيه في الماضي. طبعا المفضل أنه تكون مؤسسات استثمارية بدل الأفراد. أشكرك دكتور عبد الله الخاطر الرئيس التنفيذي لشركة الأمن العالمية للاستثمار، كنت ضيفنا في هذه التغطية، شكرا جزيلا لك. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام نكمل ولنا حديث في الشأن المصري وحالة الطوارئ اقتصاديا. أهلا بكم مجددا. قالت وكالة رويترز إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أصدر اليوم قرارا بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر أخرى اعتبارا من غد الجمعة. حول التأثيرات المحتملة لهذا القرار على الاقتصاد المصري ينضم إلينا من القاهرة الصحفي الاقتصادي السيد محمد علي. أهلا بك سيد محمد. سنبدأ أولا ببعض المعلومات عما جاء في هذا الخبر ثم أعود إليك لمناقشة التأثيرات الاقتصادية له. إذن تمديد حالة الطوارئ في مصر على الآثار الاقتصادية، هذا هو عنوان هذه التغطية. رويترز قالت إن مصر مددت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر بدءا من غد الجمعة، وهو التمديد الثاني منذ فرضه في إبريل الماضي. سحب بعض صلاحيات السلطات التشريعية والقضائية لصالح السلطة التنفيذية مما يجيز للرئيس اتخاذ أي تدابير بأمر كتابي أو شفوي.
وضع قيود على حرية تحرك الأشخاص وتكليف أي شخص بأي عمل ومراقبة الوسائل الرسائل ووسائل الإعلام والتعبير ومصادرتها أيضا، تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحال العامة وفرض قيود على حركة السياح الأجانب والنقل والمواصلات ليلا وحركة الطيران والتجارة، فرض قيود على العمال والموظفين الذين يعملون في الفترات المسائية إذا فرضت الحكومة حظرا للتجوال. محللون يقولون إن هروب بعض المستثمرين الأجانب خاصة الذين يستثمرون في البورصة وأدوات الدين الحكومية محتملة. ركود في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة خاصة المدرة للنقد الأجنبي أو تتعلق بالمواطن كالصناعة والسياحة. ارتفاع الأسعار بسبب موجة التضخم التي تجاوزت 32% وصرف الدولار بسبب تضرر قطاعي السياحة والاستثمار. إذن سيد الفاضل أستاذ محمد، فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية المحتملة، ما هي الآثار المباشرة اقتصاديا لحالة الطوارئ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وفرض حالة الطوارئ أو تجديد فرض حالة الطوارئ اللي كان فرض قبل كده تجديدها لمدة 3 شهور هو من الأسباب المباشرة إعاقة حركة الاقتصاد، وأعني حركة بمفهومها أو بلفظها الحركة اللي هو الخدمات اللوجستية اللي ممكن تتقدم للاقتصاد، تسبب يعني آثار سلبية. الاقتصاد بيعتمد بشكل كبير قوي على التنقل ما بين حركة البضائع وحركة الاستثمار ما بين المحافظات والمناطق الحدودية النائية، وده برضو فرض حالة طوارئ يؤثر ده طبعا زي ما الناس عارفة على هذه الحركة بشكل كبير. فيما يعني أو فيما يخص الجزء الاستثماري أو الأنشطة وزي الحصول على تراخيص، برضو ده جزء من الأسباب اللي أثار السلبية اللي ستعود أو اللي موجودة أصلا على حركة استخراج التراخيص وتجديدها. الأنشطة الاستثمارية، أنت لو رحت لأي موظف في أي جهة حكومية يقول لك احنا بنمر بحالة طوارئ. حركة الطوارئ هي حركة أو الطوارئ في حد ذاتها أو القرار هو إجراء تحوطي، مش بالضرورة لازم يبقى تحوطي وله آثار سلبية. يعني لما الدولة بتفرض طوارئ المفروض إن هو تحوطي أمني بيدعم المسألة إيجابياً، ولكن عندنا احنا المسألة يعني اي موظف تقول لك احنا بنمر بحالة طوارئ وانت بتجدد تراخيصك وانت مصانعك اجراءاتك كل هذه الاجراءات، للاسف حركة الطوارئ او القرار بتاع مد حالة الطوارئ على الاستثمار وعلى المستثمرين ويعطي صورة سلبية. ومصر الآن تعاني من مشكلة اقتصادية معلنة، حتى أن عبد الفتاح السيسي نفسه قال أن مصر تعاني كثيرا لطالما ما ذكر مثل هذه الكلمات في حالاته، وقال أيضا أنها شبه دولة. وبالتالي مثل هذه الأحداث الواقعية وليس الكلام فقط، إلى أي مدى يعطي صورة سلبية؟ والمسؤولون في مصر يحاولون جذب مزيد من المستثمرين وأيضا السياح عبر كثير من المبادرات التي تنطلق من وقت لآخر. للمرة الثالثة على التوالي تفرض حالة الطوارئ التي بدأت منذ حادثة الكنيسة في إبريل الماضي، تم تمديدها إلى يوليو، وبعد ذلك نحن يتم تمديدها مرة ثالثة. هو انا زي ما قلت انه حاله الطوارئ المفروض ان هي يعني شيء تحوطي علشان تعزز الاجراءات الامنيه وبالتالي يعيد بالنفع على بقيه القطاعات وعلى راسها القطاع الاقتصادي، لكن للاسف ان ده ما بيحصلش. يعني حاله الطوارئ بتيجي باثار سلبيه على كافه القطاعات الاقتصاديه، وطبعا المستثمر الاجنبي لما بيسمع ان في حاله طوارئ ممتده في بلد ما بيبقى متحوط بشكل كبير قوي في ضخ استثمارات جديده او توسع في استثمارات جديده، كذلك الاقدام على الاستثمار في بعض مثل هذه الدول اللي هم بيشوفوها، يعني المستثمر الاجانب بيشوفوها انها انظمه شموليه معرضه في اي وقت ان هو ممكن يواجه فيها مشاكل، وده ممكن تلاقي ليه اثار برضه سلبيه على الاستثمار المباشر فيما يتعلق باسواق المال والديون، الاستثمار في ادوات الدين زي السندات والاذون
ده برضو من خاصة أن الحكومة المصرية تسعى أنها تطرح مزيد من أدوات الدين لجذب جزء السندات الدولارية عكس الموازنة. أشكرك على أي حال سيد محمد علي الصحفي الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه التغطية، تتجدد مع حضراتكم يوم الأحد القادم، كونوا معنا، السلام عليكم ورحمة الله. هذا البرنامج